جايز، ازيكم؟ عاملين ايه؟ هاو ار يو توداي؟ ار يو اوكي؟ طيب تعالوا نتكلم عن المره دي بقى جرامر القواعد، وهبتدي معاكم سلسله بسيطه كده. كل فيديو اتكلم عن قاعده معينه او تنس معين او زمن معين، بحيث الناس اللي عندها مشكله في الجرامر تدعي لي وتشير الفيديو في كل حته عشان الناس كلها تدعي لي، وما مقابلش حد يقول لي انا عندي مشكله في الجرامر او الجرامر مؤثر على السبيكينج وهكذا. جرامر لوحده مش كفايه، الجرامر عشان تتعلمه تمام يبقى بسيط ودخله في سبيكينج على طول. ما تتعلمش قواعد جرامر وتذاكرها لوحدها وتجيب شيتس وتقعد تحل اكسرسايز. هي الطريقه دي لو كانت نفعت كانت نفعتنا في المدرسه. يعني احنا لو احنا اكتر ناس خدنا جرامر في مصر تقريبا، احنا اكتر ناس خدنا جرامر واكتر ناس اتعلمناه وخدنا اكسرسايز وحلينا، ومع ذلك ما اتكلمناش انجلش برضه. فهي الطريقه دي لو كانت صح كنا احنا زماننا اتكلمنا انجلش كويس. طيب ايه الصح؟ يا ترى الجرامر ملوش لازمه؟ لا، الجرامر له لازمه جامده جدا، ان انا اعمل جمل بتاعتي مظبوطه تمام. بس برضو السبيكينج بتاعي ممكن اقول لك ايه، 60% الجرامر يبقى مظبوط و40% الجرامر لو غلط مش مشكله. اهم حاجه ان انت بتتكلم كويس والاكسنت بتاعتك مظبوطه واللي قدامك فاهم وانت بتعبر وخلاص. اوكي، وممكن انت تشوف اللي انا بقوله ده لو انت متابع افلام كتير واغاني كتير، هتلاقي ان في اغاني كتير مش ماشيه على موضوع المفروض تتكلم في الماضي، تلاقي بتتكلم في البريزنت يعني. بس برضو احنا محتاجين البيزكس بتاعت البيزك بتاع الجرامر عشان اقدر اتكلم بيه صح. طيب دي اول حاجه هطبقها لك النهارده. هاخد حاجه واقول لك ازاي تستخدمها في السبيكنج او تستخدمها امتى بالظبط. الحاجه دي هي فيرب تو بي. فيرب تو بي، لو انت جاي تدينا فيرب تو بي ده عبيط قوي يعني. هو عبيط بس هو اساس اللانجوج. يعني انت فيرب تو بي هتتكلم فيه في ثلاث مواضيع او 3 توبكس مهمين جدا. اول توبك اللي هو ازاي اتكلم عن صفاتي الشخصيه او مشاعري، ففي الحاله دي لازم استخدم فيرب تو بي. طبعا انت لو داخل انترفيو او مقابله شغل او بتتكلم عن نفسك او بتعبر عن نفسك يبقى لازم هتستخدم فيرب تو بي. تاني حاجه ازاي اتكلم عن الويذر او الطقس، لازم هستخدم فيه فيرب تو بي. تالت حاجه تستخدم في فيرب تو بي هو الجوبس. لو انا بتكلم عن الوظائف او بتكلم عن شغلي وهكذا، او بعبر عن حد كان بيشتغل او لسه بيشتغل وهكذا، لازم استخدم فيرب تو بي. طيب تعالى نتكلم عن فيرب تو بي بقى. فيرب تو بي هو فعل يكون، اللي انا بستخدمه معنى انا اكون او هو يكون او هي كانت او انا كنت تمام. في الحاله دي بستخدم فيرب تو بي. طيب الفيرب تو بي بينقسم لجزئين. الجزء الاولاني هو البريزنت المضارع، لو انا بتكلم عن حياتي العاديه او الحاجات الاشياء اللي موجوده حواليا دلوقتي يبقى انا هستخدمه في البريزنت او المضارع. لو بتكلم عن كان وكنت وكنا ومش عارفه ايه يبقى في الحاله دي بستخدمه في الباست او الماضي تمام. طيب تعالى نتكلم فيه لو انا بتكلم دلوقتي في البريزنت. اي بتاخد ام، اي بتاخد ام، يعني انا هقول اي ام. هي وشي وات بتاخد از، يعني هقول هي از او شي از او ات از. يو وي وذي بتاخد ار، يعني هقول يو ار وي ار ذي ار. يو ار معناها انت تكون، وبتستخدم كمان جمع انتوا تكونون يو ار. وي ار نحن نكون، ذي ار هما يكونون تمام كده. طيب تعالى نحطها بقى في جمل. اول حاجه قلت لك ان انا بستخدمها لو بتكلم عن صفاتي الشخصيه، يعني هبتدي اقول لو انا بتكلم عن نفسي هقول I'm smart, I'm handsome, I'm beautiful, I'm intelligent, I'm smiley, I'm frowny. طب لو انا مش عارف الصفات اللي انت بتقوليها دي، لا راجع بقى الفيديو اللي اسمه الصفات الشخصيه، هتلاقي يعني بتاع 50 كلمه صفات شخصيه كده احفظها واتكلم بيهم تمام. طيب يبقى انا كده استخدمت ايام في الصفات الشخصيه. اقول مثلا هو ذكي، يبقى he is intelligent, he is smart, he is frowny, he is handsome, he is creative, she is creative, she is beautiful, we are selfish, احنا انانيين مثلا we are selfish, they are hard worker, هم مجتهدين. يبقى انا لو استخدمت الصفات هستخدم معاها am او is او are. طيب الجوبس، لما اجي اقول مثلا I'm a teacher, he is a doctor, they are students, we are workers, احنا عمال، يبقى انا استخدمت معاهم فيرب تو بي.
طيب اخر حاجه الويذر، وانا بتكلم مع الطقس دايما هقول it is sunny او بختصرها it's sunny، it is rainy، it is cloudy، يبقى انا برضو استخدمت it is. طيب في حاله الباست بقى او في حاله الماضي هو بيتكون من was aware، was aware، was بتيجي مع I وهي وشي وات، يبقى I وهي وشي وات بتيجي بمعنى بتيجي معاهم was ومعناها كان. يعني اقول مثلا انا كنت دكتور، يبقى اقول I was a doctor، I was a doctor. هو كان دكتور، he was a doctor. هي كانت مذيعة، she was a host or she was announcer, an announcer. هو كان طالب عندي، he was a student at my class. He was a student or a student at my class. طيب دي مع I وهي وشي وات بستخدم was. انما قاعدة if I were you لما I خدت were دي قاعدة اسمها wishing او تمني او حاجة خيالية او مش اساسية، يعني لما I بتاخد was ما بتاخدش were، بستخدمها في were بس لما بتبقى فيها wish او امنية او حاجة بيتهيألي يعني. طيب you we they بتاخد where، a verb to be تمام لما بجي استخدمه في الماضي، قلنا بنستخدمه نفس الاستخدامات بتاعه المضارع عادي جدا اللي هو بستخدمه في الجوبس في الويذر وفي كمان اللي هو الفيلينجز او ان انا الادجكتيفز بعرف نفسي او الصفات الشخصيه، زي ما استخدمتها في البريزنت او زي ما استخدمتها في المضارع بستخدمها في الماضي عادي جدا. يعني انت مثلا عدلت شخصيتك او عملت موديفيكيشن لشخصيتك وصفاتك الشخصيه كانت حاجه ودلوقتي بقت حاجه تانية، فمثلا سي ان انا اقول مثلا I was frowny، انا كنت بكشر على طول I was frowny but now I'm smiley. استخدم مثلا حاجه زي I was disappointed، انا كنت محبط but now I'm so happy I'm so glad I'm so delighted. استخدمها في الويذر at that day or yesterday it was so sunny and clear but now I think it's rainy and cloudy. تمام، يبقى هي ما بتختلفش حاجة من المضارع من الماضي، بس الفكرة ان في المضارع بياخد am و is و are وفي الماضي بياخد was aware. طب النفي بتاعتهم او النيجاتيف بتاعتهم بعملها ازاي؟ يعني مثلا اقول I am a doctor، هحط نوت بعد am، يعني I am not a doctor، I am not a doctor. He is intelligent، he is not intelligent. ومش بقول not، هي اسمها not او not، not. He's not intelligent. He's not intelligent. He isn't smart. He isn't smart. She isn't beautiful. She isn't beautiful. It isn't sunny. It isn't sunny. It isn't clear. It wasn't rainy. هي مكتش تشتي. It wasn't rainy. يبقى أنا كل الفكرة إن أنا بحط not بعد am أو is أو are. إحنا عارفين إن إحنا لو في المضارع في بعض الفريكوينسي او في بعض الحاجات الادجكتيفز او الادفيرب اللي بتدي معنى تكرار زي always معناها دايما، usually معناها عادة، often او often والاتنين نطقهم صح معناها غالبا، عندي rarely معناها نادرا، عندي sometimes معناها في بعض الاحيان، عندي never معناها ابدا. دي بنسميها الادفيربز اوف فريكوينسي او الظروف بتاعة التكرار. يعني عايزة اقول مثلا هو دايما غبي، هو دايما غبي، عايزة اتك على الحتة دي جدا. طب اقولها ازاي؟ احنا عارفين الادفيربز او انا انتم مش عارفين انا اللي بقول لك ان الادفيربز اوف فريكوينسي دايما بحطها قبل الفيرب، الفيرب الاساسي. يعني مثلا هقول he always wakes up early، he always wakes up early، انا حطيتها قبل wakes up اللي معناها يستيقظ. لا في فيرب تو بي، ودي التركه بقى اللي انت ممكن تخش اي امتحان تبوظ الدنيا بسببها، في فيرب تو بي الموضوع مش كده، الموضوع مختلف. الادفيربز اوف فريكوينسي بحطها بعد فيرب تو بي. يعني مثلا ما اقول he is clever، ينفع اقول he always is clever؟ حتى الساوند او السنس بتاع اللانجوج هتحس ان هو غريب جدا. لا، الادفيربز اوف فريكوينسي اللي هي always usually often or often sometimes rarely never بتحط بعد فيرب تو بي. يعني هقول he is always stupid. He's always stupid. In Egypt, it's always sunny. In Egypt, it's always sunny. In England, it's always rainy and cloudy and cold. يبقى أنا بستخدم الادفيربس بتاعت الفريكوينسي دايما بعد verb to be مش قبلها. كل اللي أنا بطلبه منك
ان انت تحاول دلوقتي تعمل توبيك عن نفسك تتكلم فيها عن صفاتك الشخصيه ووظيفتك والطقس المفضل ليك، وتستخدمه فيرب تو بي بس. ليه بقى؟ لان انا زي ما انا قلت لك كده ان انت جرامر بس من غير ما تستخدمه في سبيكينج ملوش اي قيمه. ولو لقيت تفاعل منكم هبتدي اكمل لكم سلسله الفيديوز بتاعه الجرامر، بحيث ان احنا نبقى بناخد سبيكينج وبناخد فونكس وبناخد جرامر، وتبقى مبسوط معايا من غير ما تيجي الكورس وتدفع فلوس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير على الفيسبوك، ولو متابعني على اليوتيوب وحاسس ان الشرح بسيط عليك وبتستفيد فعلا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل البتاع اللي بيقولوا عليه ده جرس التنبيه. ما تنساش. Thank you.